اول حاجه هنتكلم على السبسز والسبتيك شوك. خلينا نتكلم على الديفينيشن بتاع السبسز. حد يعرف ايه الديفينيشن بتاع السبسز؟ انا ممكن اقول ساكر ديس ريجوليتد هوست ريسبونس. تمام ممتاز. هو انفكشن تقريبا. تمام يبقى هو ديس ريجوليتد اميون ريسبونس اجينست انفكشن. تمام. طيب وايه المشكله في كده يا دكتور ابو بكر؟ يعني هيحصل اكزاجيريشن وهيحصل مالتي اورجان فيلير. اوكي تمام ممتاز جدا. يبقى انا هنا الديفينيشن بتاع السبسس زي ما دكتور ابو بكر قال انه هو ديس ريجليتد اميون ريسبونس. يبقى انا طبيعي ان الانفكشن هنا بيتريجر اميون ريسبونس. الهدف منه طبعا انه ان الجسم او الاميون سيستم ياتاك الانفكشن. تمام. ويحصل ريزوليوشن للانفكشن. اللي بيحصل في السبسس وده طبعا بيبقى ان ريسبونس للسيفير انفكشنز ان بيبدا يحصل ديس ريجليتد اميون ريسبونس. ونتيجه الديس ريجليتد اميون ريسبونس هنا بيبدا يحصل ريليز لانفلاماتوري ميدياتورز بيكون ليها وايد سبريد افكتس throughout the body. ممكن واحد من الحاجات المهمة قوي ان هو بيبدأ يعمل حاجة اسمها endothelial dysfunction واللي بتؤدي في النهاية ان بيحصل multi organ dysfunction. تمام. طيب المالتي اورجان ديسفانكشن ده طبعا بيتقاس ازاي؟ بيتقاس بحاجه اسمها السوفا سكور. تمام. والسوفا سكور ده فيه ايتمز حاجات ريليتد للريسبيريشن وحاجات ريليتد للكارديو فاسكولار سيستم والجلاسكوما سكور والكيدني فانكشنز وكلام زي كده. تمام. طبعا كل ما بيزيد عدد الفيلينج اورجنز كل ما بتزيد اكيد السيفيريتي بتاعه السبسس. طيب نيجي بعد كده. الصوت واضح يا جماعه ولا في اي مشاكل؟ الصوت واضح بس كان بيقطع ما اعرفش. تمام. طيب معلش. طب الصوت دلوقتي احسن ولا في اي حاجه ميسنج منكم؟ لا كده تمام. تمام. طيب في اي حاجه ميسنج من اللي انا قلتها؟ لا المفروض تمام. تمام. طيب لو جينا نتكلم بقى على الديفينيشن بتاع السبتيك شوك. ايه الديفينيشن بتاع السبتيك شوك؟ حد يعرف؟ ايه الديفينيشن يا جماعه بتاع السبتيك شوك؟ لو حد يعرف اي حاجه يعني اقصد خلينا نتكلم مع بعض ده هيبقى افضل في ان احنا نريتين المعلومات. يعني اي حاجه تعرفوها مفيش اي مشكله. يعني دكتور ممكن تعيد؟ اتفضل. ممكن تعيد يا دكتور شنو؟ انا بقول ايه الديفينيشن بتاع السبتيك شوك؟ طيب السبتيك شوك الكاتري شت داون. تمام. Because of presence of bacteria or its toxin. تمام. طيب حد عنده آراء أخرى؟ Life threatening condition. تمام. That happen lead to drop in blood pressure due to infection. تمام. طيب يبقى السبتيك شوك هنا هنخلينا نعترف أو نقول إن هي subset of sepsis. تمام. وانه الفيلنج كارديو فاسكولار سيستم ده يعتبر جزء من المالتي اورجان ديسفانكشن اللي بيحصل. تمام. لكن الافكت هنا على الكارديو فاسكولار سيستم طبعا ده يعتبر ساين اوف سيفيريتي اللي احنا بنسميها سبتيك شوك واللي هتؤدي بعد كده ان يحصل هايبو بيرفيوجن وطبعا اكيد هتاجرافيت المالتي اورجان ديسفانكشن اللي حاصل مع السبسس. هنا بتبقى ديفايند ايه؟ بتبقى ديفايند انه في هايبو تنشن. تمام. انه السيستوليك بلاد بريشر اقل من 90 او انه المين ارتيريال بريشر اقل من 65 نوت ريسبوندنج للانيشال فلويد ريسسيتيشن ودي نقطه مهمه جدا. تمام. يبقى نوت ريسبوندنج للانيشال فلويد ريسسيتيشن. تمام. اند لاكتيت ليفل اكتر من 2 مللي مول بر لتر.
تمام يا جماعه. يبقى هنا الديفينيشن بتاعه السبسس ان هي ديسريجوليتد اميون ريسبونس اجينست الانفكشن وبتؤدي الى حدوث مالتي اورجان ديس فانكشن اللي احنا بنعمل لها اسسمنت بالسوفا سكور. والسبتك شوك هنا هي سبست من الايه من السبسس بتبقى ديفايند ان هي فيها سيركيولاتوري شوك ان سيستوليك بلاد بريشر اقل من 90 او المين ارتيريال بريشر اقل من 65 مليمترز مركوري despite أو not responding للinitial fluid resuscitation and lactate level more than 2 millimoles per liter. طيب الinitial diagnosis هنا طبعا هم القصة دي بيعملوها انه طبعا لازم يكون في عندي evidence of infection لكن في حاجة اسمها الQ SOFA score. الQ SOFA score ده انه هو دي screening tool الهدف منها ان انا اقدر هنا ان انا احسن شويه السبيسيفيسيتي والسنسيتيفيتي في ده انا اقدر ان انا القط العيانين اللي عندهم سبتك شوك بدري. طيب الكيوفوس سوفا سكور دي هي ايه؟ هي انه الريسبيراتوري ريت اكتر من 22، انه السيستوليك بلاد بريشر يكون اقل من 90، وانه يكون الهارت ريت اكتر من 100. تمام؟ يبقى دي بيسموها الكيو سوفا سكور اللي لو العيان عنده الكرايتيريا دي فبيبقى هنا ديفايند ان هو العيان ده يكون عنده سبتك شوك، وان ده بيبقى از تريجر هنا ان العيان ده يبقى مانجد اكوردنج للسرفايفنج سبسز كامبين. طيب حد يعرف ازاي بعمل مانجمنت للسبتك شوك؟ حد عنده اي معلومات عن قصه السرفايفنج سبسز كامبين والكلام ده؟ يعني معلومة مبدئية كده. أول حاجة eliminate the source of infection أو source of sepsis. ممتاز. تاني حاجة طبعاً اللي هو hemodynamic support بال a lot of fluid huge fluid resuscitation. تمام. تمام. وcoverage by antibiotic. ممتاز. وإذا إحنا عايزين نعمل بالإنتروب سبورت لايك النور نور أدرينالين. تمام ممتاز جدا. يعني هنا هي دكتورة سامية طبعا قالت الايتمز بتاعة المانجمنت، لكن الايتمز دي أكوردنج للسرفايفنج سبسس كامبين ليها ترتيبة. في عندي كان في السرفايفنج سبسس كامبين اللي هي اللي ببلش تقريبا في 2016 كانوا عاملين حاجة اسمها 3 اور باندل و 6 اور باندل. تمام. طبعا زي ما اتفقنا انه السبتك شوك هنا هي تعتبر ميديكال ايمرجنسي وطبعا تعتبر لايف ثريتنينج كونديشن، وبالتالي لازم التريتمنت فيها يبقى برومبت تريتمنت اكوردنج للجايد لاينز. طيب في الثري اور باندل كان قبل كده، انا بس بقول لكم الكلام ده ليه؟ لان الكلام ده في نيو ابديتس ومهم نعرف القصه دي الايه كانت ايه وايه التغير اللي حصل. في الثري اور باندل دي طبعا كان اول حاجه طبعا ان انت بتعمل انيشال ستابيلايزيشن اللي هي اكوردنج لي الاي بي سي ابروتش، وبعد كده ان احنا بنعمل ميجرمنت لللاكتيت ليفل. تمام. وبعد كده بنعمل بنسحب هنا بلاد كالتشرز او كالتشرز بقى اكوردنج للسايت اوف انفكشن. تمام. وبنعمل فلويد ريسوسيتيشن. تمام. والفلويد ريسوسيتيشن ده اكوردنج للايرلي جول دايركتد ثيرابي. حد يعرف قد ايه الفلويد ريسوسيتيشن في العينين دول؟ في العين السبتك شوك. حد يعرف قد ايه الفلويد ريسوسيتيشن الانيشال فلويد ريسوسيتيشن في السبتك شوك؟ 30 ml بير كيلو. ممتاز. 30 ملليتر لكل كيلو جرام. تمام. طيب بعد كده في ال 6 اور باندلز كان هنا بيبدا بقى يقول لك ان انت في الوقت ده لو العيان ما قدرتش ان انت تاتشيف هنا المين ارتيريال بريشر اوف 65 مليمترز مركوري هبدا هنا ابلاي الفازوبريسور. وطبعا زي ما الدكتوره ساميه قالت ان الفازوبريسور اوف تشويس طبعا هو الليفوفاد او النور ادرينالين. تمام. طيب الكلام ده اتغير في ايه؟ الكلام ده اتغير انه طبعا كان بدا من 2018 كان بداوا يتكلموا في قصه ال1 اور باندل. تمام. ال1 اور باندل هنا كان ايه الاختلاف فيها؟ حد يعرف؟ حد يعرف ايه التغير اللي حصل في الجايد لاينز بتاعه السبتك شوك اللي هي ال1 اور باندل؟ الكلام ده مهم جدا جدا جدا.
طيب اللي اتغير في الكلام ده في الوان اور باندل ان هم بدأوا يقولوا انه لا هو انت ست ساعات ده وقت طويل جدا ان انت تعمل مانجمنت للعينين دول. طبعا كان بالاضافة للفازوبريسور كان طبعا اكيد الانتيبيوتيك ثيرابي. طيب في الاول وان اور باندل هنا كان بدأ يقول لك ان انت كل الجايد لاين او كل المانجمنت بتاع السبسز لازم يبقى اتشيفد within one hour. طيب كانوا بيعملوا ايه؟ اول حاجة زي ما اتفقنا ان انا برضو بعمل initial stabilization تمام بالABC approach. بعد كده بميجر هنا اللاكتيت ليفل وبيريكومند هنا لو اللاكتيت ليفل اكتر من 2 ان انا اعمل serial measurement للاكتيت ليفل. والسيريال ميجرمنت هنا الهدف منها ان انا اسس الادكويسي اوف ريسوسيتيشن. بعد كده انا كنت بعمل ايه؟ بعمل كلتشرز طبعا بلاد كلتشر دي اساسيه بلس طبعا الكلتشر من السايت اوف انفكشن تمام. النقطه اللي بعد كده ودي مهمه جدا ان انا بدي الانتيبيوتيك ثيرابي. حد يعرف الريكومنديشنز هنا كانت ان انا طبعا اكيد من لان هي 1 اور ان انا مفروض ان انا بديها في الفيرست اور تمام. الجايد لاين هنا بتاعت السبسز طبعا كانت بدأت من 2018 وكان عليها ديبيت كتير الى ان هي اعيد الريليز بتاعها في 2020. قالوا انه ان انت لازم هنا تستارت الانتيبيوتكس في الفيرست اور وان افري اور ديلي في الانتيبيوتك ثيرابي كان بيزود المورتاليتي بمقدار 20%. تمام. طيب النقطة اللي بعد كده ان انا كنت بعمل fluid resuscitation والfluid resuscitation هنا كان ان انا كنت بدي 30 مليليتر لكل كيلو جرام. هنا بقى المختلف في القصة دي ان انا كنت ببدأ هنا الفازوبريسور ثيرابي امتى؟ اما during او after fluid resuscitation اذا ما قدرتش achieve mean arterial pressure of 65 millimeters mercury. تمام؟ يبقى دي هنا دي اللي بيسموها الـ 1 hour bundle وده اللي اختلف زي ما اتفقنا في الـ surviving sepsis campaign guidelines بتاعت الستيك شوك اللي هي released في 2020. طيب كان الديبيت هنا في ايه؟ اول ديبيت كان في قصة الـ abuse of antibiotics وان ده ممكن يزود الاستخدام بتاعت الـ antibiotics وانه يؤدي الى حدوث الـ resistance والكلام ده. انما كل الـ studies بعد كده اشارت انه الـ early use بتاعت الـ antibiotics كان ليها effect قوي جدا على الـ incidence بتاعت الـ mortality وانه الـ delay في الـ administration بتاعت الـ antibiotics كانت بتزود المورتاليتي بمقدار 20%. الانتيبيوتكس طبعا اللي بتبقى ستارتد هنا بنكتبها على اساس ايه؟ بنكتبها على اساس السايت اوف انفكشن واللوكال جايد لاينز. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مثلا على سبيل المثال لو انا بتكلم على النمونيا مثلا. النمونيا دي طبعا تشست انفكشن. طيب النمونيا دي بتتقسم لحاجتين، في حاجه اسمها كوميونيتي اكوايرد انفكشن وحاجه اسمها الهوسبيتال اكوايرد انفكشن. الكوميونيتي اكوايرد انفكشنز دي طبعا المفروض ان هي بتبقى الاورجانيزمز هنا اللي بتؤدي الى حدوث الكوميونيتي اكوايرد نمونيا المفروض ان هي ويل سنسيتيف للانتيبيوتكس الا في كاتيجوري معين من العيانين، بالإضافة إلى أن في كاتيجوري تاني من البكتيريا اللي هي اللي اسمها الأتيبيكال بكتيريا زي المايكوبلازما والريكيتسيا والكلاميديا وخلافه. طبعا هنا الهاي ريسك جروب في الجروب ده كان العينين الاميونو كومبرومايز ده مثلا، أو عيان مثلا على رينال دياليسز، أو عيان هوسبيتالايزد في التسعين يوم اللي فاتت. تمام. يبقى ده كل دول عيانين هاي ريسك إن هو يكون النمونيا بتاعته نتيجة مالتي دراج ريزيستنت أورجانيزم. وبالتالي هنا الانتيبيوتيك أنا بكتبه أكوردنج للوكال جايد لاينز. فعلى سبيل المثال بنكتب حاجات بتكفر مثلا الجرام بوزيتيف زي مثلا التاينام مثلا لو أنا بتكلم على حاجة مثلا هايلي فيريولنت مثلا أو حاجة في الهوسبيتال سيتنج. ممكن الحاجات التانية MRSA مثلا زي الفانكومايسن بنغطيها بالفانكومايسن على سبيل المثال. ده كومباينيشن من الحاجات اللي بنستخدمها في الهوسبيتال اكوايرد انفكشنز. بالنسبه للحاجات الكوميونيتي اكوايرد احيانا بيبداوا بحاجات زي الكيفالوسبورينز زي الماكسبيم مثلا وبيضيفوا عليها حاجات زي الماكروليدز مثلا زي الاديثروميسين مثلا او الكلاريثروميسين وخلافه. تمام. يبقى انا في الاول انيشيالي بكتب برود سبيكترم انتيبيوتكس وبعد كده بدي اسكاليت
الانتيبيوتكس اكوردنج للكالتشرز اللي بتطلع نتيجتها بعد كده. تمام. النقطه الثانيه وهي كانت قصه الفلويد مانجمنت، ان هو انت هنا هتدي فيري لارج فوليوم لعيان، العيان ده ممكن يكون عيان رينال فالير، ممكن يكون عيان مثلا ليفر سيل فالير، ممكن يكون عيان عنده كونجستيف هارت فالير. وان انا لما اديله الفيري لارج فوليوم ده اللي هو 3000 مللي لكل كيلو، يعني انت بتتكلم مثلا لو مريض وزنه 100 كيلو فانت هتديله 3 لتر في اول ساعه، فقالوا ان ده ممكن يكون ممكن يؤدي الى ان العيان ده يحصل له دي كومبنسيشن. الاستاديز اللي بعد كده برضو اشارت انه الانيشال فلويد ريسسيتيشن ده ما كانش ليه اي امباكت في العيانين دول، وانه الريليشن مثلا خدوا العلاقه هنا بتاعه البي اف ريشيو. حد يعرف البي اف ريشيو اللي هي ايه؟ بالضبط كده. طبعا هنا انا بشوف هنا البي اف ريشيو دي، طبعا دي اللي احنا بنشوف هنا البي اي او 2 تمام على الاف اي او 2 تمام، دي بناخدها as a parameter for gas exchange في اللونج، انه لما بيحصل مثلا على سبيل المثال لونج إديما او increase في الاكسترا فاسكولار لونج ووتر، المفروض انه البي اف ريشيو دي بتقل. فلو ان العلاقه في اول ساعه ما بين البي اف ريشيو وما بين الفلويد انتيك اللي كان بيحصل في السبتك شوك كانت poor correlation، وبالتالي هنا قالوا ان 30 ملليلتر لكل كيلو جرام دي ملهاش adverse effects. تمام. يبقى انا هنا ده الانيشال مانجمنت، يبقى انا هنا عملت الانيشال ستابيلايزيشن، عملت ميجرمنت لللاكتيت ليفل لو طبعا هو اكتر من 2 فانا بعمل سيريال ميجرمنت. المفروض هنا بنشوف حاجه اسمها اللاكتيت كليرنس، اللاكتيت كليرنس التارجت بتاعنا المفروض ان هو يكون 10% بير اور ديكلاين طبعا ديكريز. تمام. بعد كده بسحب الكالتشرز، طبعا بلاد كالتشر وكالتشر من السايت اوف انفكشن، وبعد كده الانتيبيوتيك ثيرابي طبعا في الفيرست اور بدي البرود سبيكترم انتيبيوتكس، وبدي اسكاليت بعد كده اكوردنج للكالتشرز، بعمل فلويد ريسسيتيشن 30 ملليلتر لكل كيلو جرام. في البريفيوس جايد لاينز هنا كنت بستنى في بعد ما الثلاث ساعات يخلصوا قبل ما ابلاي الفازوبريسور، لكن هنا قال لك ان انت اثناء الفلويد ريسسيتيشن او بعده لو انت ما قدرتش هنا تاتشيف المين ارتيريال بريشر اوف 65 مليمترز مركري فبنبدا هنا الانفيوجن اوف فازوبريسور اللي هو طبعا بريفرابلي يكون النور ادرينالين. تمام. طيب ممتاز جدا. طيب لو جينا نتكلم على الباثوجينيسيس بقى، طبعا هنا لو جينا بس نكمل القصه بتاعه المانجمنت، طبعا دي ده الحاجات اللي احنا بنعملها. المفروض ان انت بعد كده الفيردر مانجمنت طبعا ان انا طبعا بكمل هنا الفلويد ريسسيتيشن اكوردنج للفلويد ريسبونسيفنس، وده طبعا بيتعمل في الاي سي يو. وقصه الفلويد ريسبونسيفنس دي قصه كبيره، واحنا كنت بعت لكم المحاضره بتاعتها. تمام. حد عارف حاجه عن الفلويد ريسبونسيفنس ده؟ حد سمع المحاضره ولا لا؟ كانت محاضره جميله الصراحه. تمام. طيب الفلويد ريسبونسيفنس هو ببساطه شديده جدا ان انت هنا طبعا بيبقى في عندنا حاجه اسمها ثيرابيوتيك كونفليكت، ان انت هنا محتاج تعمل ريسسيتيشن لان العيان ده هايبوتنسيف وهايبو بيرفيوز، وفي نفس الوقت لقوا ان الاوفر ريسسيتيشن كان ليه دروباكس زي ان العيان بيحصل له بروجريشن للمالتي اورجان ديسفانكشن وكلام زي كده. طيب الهدف من قصه الفلويد ريسبونسيفنس هي ايه؟ هي ان انا بدي العيان كميه الفلويدز فقط اللي هو محتاجها. بمعنى ايه؟ ان انا عندي هنا المين ارتيريال بريشر زي ما اتفقنا ان هو بيساوي الكارديك اوتبوت في الهارت ريت. تمام. طيب لو انا هنا بقول ان العيان ده فلويد ريسبوندر، تفتكروا من الكوريليشن دي مين اللي بيزيد؟ اس في ار قصدك صح؟ سوري انا اسف السيستميك فاسكولار ريزيستنس. تمام. اللي بيزيد هنا هو مين؟ هو الستروك فوليوم. يبقى انا لما بدي للعيان فلويدز فانا بزود هنا البريلود، واكوردنج للفرانك ستارلينج ريليشن شيب بتقول انه لما بزود البريلود الستروك فوليوم بيزيد، بس قال في الاخر انه within limits. يعني ايه within limits؟ يعني في وقت من الاوقات كنت لما هدي فلويدز كان الستروك فوليوم هنا هيحصل بلاتو. تمام. وكان كمان في الاكستريم كيسز ممكن يبدا يقل كمان. تمام. يبقى انا هنا عايز اوصل للعيان للنقطه دي اللي الفلويدز هنا مش هتعمل تشينج في الكاردييك اوتبوت.
طيب ازاي اقدر الديتكت ده؟ لازم هنا اعمل الدايناميك تيست، زي ان يكون عندي كارديك اوتبوت مونيتور، او ان انا مثلا استخدم حاجات زي البالس بريشر فاريشن او الاي في سي كولابسابيلتي او ديستنسابيلتي. الحاجات دي كلها موجوده في المحاضره بتاعه الفلويد ريسبونسبلنس. طبعا هنا النقطه اللي بعد كده هي ايه؟ هي طبعا ان احنا طبعا بنعمل دي في تي بروفايل اكسس. صوت واضح يا جماعه ولا في اي مشكله؟ واضح تمام. الستريس ألسر تمام، والستريس ألسر بروفيلاكسس والستيرويدز. امتى بقرر ان انا ادي ستيرويدز؟ في العيان اللي نوت ريسبوندنج للفازوبريسورز، وطبعا الدوز بتاعتها هي هيدروكورتيزون 50 ملي جرام كل 6 ساعات من الهيدروكورتيزون تمام. واخيرا طبعا ان انا لازم اعمل كنترول للسورس اوف سبسس. يعني مثلا على سبيل المثال لو العيان عنده مثلا ابدومينال انفكشن مثلا نتيجه بيرفوريتد ديو، او ان هو عنده سترانجليتد هيرنيا او واتيفر، او عيان عنده جانجرينس لامب او واتيفر، كل الحاجات دي لازم تبقى سيرجيكالي كنترول تمام. طيب كان في نقطه هنا، ده بالنسبه لي السبتك شوك. في شويه حاجات عايز اقولها لكم. بالنسبه لي الباثوجينيسيس بتاعه السبتك شوك، طبعا هنا السبتك شوك نتيجه ان بيحصل طبعا ريليز للانفلاماتوري ميدييتورز، ريليز للانفلاماتوري ميدييتورز، ثانيه يا جماعه بس اظبط الخط تمام، ريليز للانفلاماتوري ميدييتورز تمام. بيبدا هنا يحصل ايه؟ بيبدا يحصل pre-capillary sphincter failure، وده يحصل vasodilatation تمام. يبقى نمرة واحد هقول انه لو انا بتكلم هنا على septic shock، ايه type of shock في septic shock هنا؟ يبقى انا من قصة vasodilatation دي هقول ان هي اسمها ايه؟ الشوك لما بيحصل فيها vasodilatation دي بنسميها ايه؟ يعني في حاجه مثلا اوبستراكتيف، في حاجه كارديوجينيك، الفازودايليتيشن ديستريبيوتيف تمام. يبقى نمره واحد ديستريبيوتيف شوك تمام. طيب الحاجه الثانيه ايه؟ ان العيانين دول بيحصل لهم سيبتك كارديومايوباثي، ودي بتحصل في بعض العيانين مش كلهم، وبالتالي جزء من السيبتك شوك ممكن يكون كارديوجينيك. النقطة الأخيرة إن نتيجة الانفلاماتوري ميدييتورز دي بيحصل هنا حاجة اسمها كابيلاري ليك، والكابيلاري ليك ده بيؤدي إلى إن الانترافاسكولار فوليوم هنا بيحصل إن هو بيسكيب للانترستيشيوم، وده بيقلل السيركيوليتنج فوليوم، علشان كده بنسميها برضو كمان هايبوفوليميك. يبقى من كل الحاجات دي تفسرك إيه أهمية إن أنا أدي فازوبريسور، وإيه أهمية إن أنا استخدم هنا الفلويد ريساسيتيشن. طيب النقطة اللي انا كنت عايز اتكلم فيها برضو قصة هنا استخدام الفازوبريسور. الفازوبريسور هنا ليه ميزتين. الميزة الاولانية ان هو طبعا بيعمل فازو كونستريكشن، وبالتالي هنا بيكاونتر اكت الافكت بتاع الفازو السيركيليتنج فازو دايليترز. يبقى نمرة واحد ان هو لو انا جيت ابص على المين ارتيريال بريشر هيساوي الكاردييك اوتبوت في السيستميك فاسكولار ريزيستنس، هيزود لي السيستميك فاسكولار ريزيستنس. النقطه الثانيه ودي المهمه جدا واللي بداوا برضو يتكلموا عليها في النيو جايد لاينز، ان هي بيقولوا ان هي بتزود حاجه اسمها الستريس فوليوم. حد يعرف ايه هو الستريس فوليوم؟ طيب هنا انا عندي البلد بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود في الارتيريال سايد تمام، وبيبقى موجود في الفينس سايد تمام. الفينس سايد ده بيسموه الكاباسيتنس فيسلز تمام. الكاباسيتنس فيسلز دي ليه؟ لانه لو حصل فازودايليتيشن هنا في الفينس سيستم او الكابيلاري سيستم، ده ممكن يحصل العيان ده يحصل له بروفاوند هايبوتنشن
صح ولا لا؟ فبيسموها capacitance vessels. تمام؟ فأنا هنا لو قلت إن ده عيان septic shock في جزء من البلود هنا بيبقى pooled في vasodilated vessels. تمام؟ وبالتالي هنا circulating volume هو ده اللي احنا بنسميه stressed volume. فهقول هنا إن الجزء ده الجزء هنا البولينج في الفينوس سيركيوليشن نتيجة الفازو دايلاتيشن، والجزء ده اللي احنا بنسميه الستريسد فوليوم اللي هو بيسيركيوليت. تمام؟ طيب لما نعمل فازو كونستريكشن ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل هنا انه بيحصل فازو كونستريكشن في الكاباسيتنت فيسلز دي، فالبلاد اللي موجود في البولد فيسلز دي ايه اللي بيحصل فيها؟ بتبقى شيفتد للستريسد فوليوم اللي هو السيركيوليتنج فوليوم. طيب ده ايه اهميته الكلام ده؟ يعني كأن هنا الفازو كونستريكشن بيقلل مين؟ هيقلل requirements for ايه؟ for fluid management. for fluid resuscitation. تمام؟ واضحة يا جماعة القصة دي؟ دي اهمية استخدام هنا الارلي يوز بتاعت الفازو بريسورز. يبقى انت هنا الفازوبريسورز نمره واحد ان هي بتكاونتر اكت الافكت بتاعت السيركيوليتنج فازودايليترز، والنقطه الثانيه ان هي بتزود الستريسد فوليوم. الستريسد فوليوم معناها ايه؟ معناها انه نتيجه الفازودايليتيشن في الكاباسيتنس فيسلز بيحصل بولينج للبلد في الكاباسيتنس فيسلز دي، وبالتالي هنا السيركيوليتنج اكتشلي سيركيوليتنج فوليوم هنا بيبقى قليل، وعشان كده بحتاج هنا ان انا ادي اي في فلويدز كتير عشان ازود الكاردييك اوتبوت. تمام؟ لما عملت فازو كونستريكشن في الفينوس سايد ايه اللي حصل؟ البلاد ده بيبقى شيفتد على طول للستريسد فوليوم، وبدا يبقى هو كمان سيركيوليتنج، فعشان كده بيزود لي البريلود وبالتالي بيزود لي الكاردييك اوتبوت، وبالتالي في النهايه هيقلل لي الريكويرمنتس فور فلويد ريسسيتيشن. تمام؟ دي النقطه الثانيه اللي كنت عايز اكلمكم فيها في السبتيك شوك. تمام؟ حد عنده اي اسئله يا جماعه في الجزئيه دي؟ طبعا قصة الاستيرويدز دي بالمناسبة القصة دي يعني استخدامها على حسب الانستيتيوت، يعني في بعض الأماكن بيرفيوز شوية استخدام الاستيرويدز، وهم رأيهم ان انت في الاخر دي انفكشوس ستيت، وان انت لما تستخدم الاستيرويدز هنا هتأثر هنا، او ان انت هتعمل فلورشنج للانفكشن ده بالإضافة للسايد افكتس بتاعت الاستيرويد، الالكترولايت امبالانس و المسل ويكنس والكلام ده كله. انما الناس التانية بتتكلم لا ده انت عندك ديسريجوليتد اميون ريسبونس من ناحيه، والنقطه الثانيه انه الاستيرويدز هنا بتزود الافكت بتاعه الفازوبريسورز. تمام؟ عشان كده احنا فقط بنستخدمها لما بيكون في بور ريسبونس للفازوبريسورز. تمام؟ حد عنده اي اسئله يا جماعه في السبتيك شوك ولا الدنيا لطيفه؟ طب سؤال يا دكتور محمد بعد اذن حضرتك، بس لو بدات ليبوفيت وعلى العيان ما استجابش وعايز ازود انظر، ازود مازو بلسين، ازود ادرينالين ولا تمام. ايه تمام احنا عاده البروتوكول ان انت هنا بتحط الادرينالين، وممكن تستخدم معاهم الترليبريسن او الفازوبريسن. الترليبريسن ده اللي هو فازوبريسن انالوج، اللي هو دواء مشهور اسمه جلايبريسن. تمام؟ الجلايبريسن هو طبعا او خليني اكتبه هنا، الجلايبريسن اسمه كده جلايبريسن. الجلايبريسن ده بيسموه فازوبريسن انالوج. الجلايبريسن طبعا هو بيعمل سبلانكنج فازو كونستريكشن، وبالتالي بيحسن هنا السيستميك فاسكولار ريزيستنس، لان هو طبعا بيعمل فازو كونستريكشن في السبلانكنج سيركيوليشن اللي هي تعتبر اللارجست بول في الجسم. تمام؟ النقطه الثانيه وهي شويه اللي عليها كونسرن في الجلايبريسن ان هو بيعمل كروناري فازوسبازم، عشان كده ما بنحبش نستخدمه قوي في العيانين الاسكيميك هارت ديزيز. لو هو مش ريسبوندنج بنحط الادرينالين بعد كده. احيانا بنستخدم الادرينالين من الاول بالمناسبه لو كان العيان طبعا في نوعين، بس انا مش عايز اخش في التفاصيل دي. في لو انت عملت ايكوكارديوجرافي في عندنا نوعين من العيانين دول، في نوع من العيانين بيبقى هو عنده الهايبر دايناميك هارت، وفي عيان تاني بتقول بيكون عنده كارديومايوباثي. تمام؟
العينين الكارديوميوباثي دول ممكن تلاقي الاجكشن فراكشن بتاعهم اقل، ممكن تلاقي مثلا الكونتراكتيليتي بتاعتهم اقل من 20%. تمام، في العينين دول احيانا بنحب نستخدم الادرينالين فيهم بدري شويه. تمام، بالمناسبه تفتكروا هنا، يعني انا طبعا ده مش اختبار بس انا بقول لكم، يعني تفتكروا مين المورتاليتي فيه اعلى، الهايبر دايناميك ولا العيان الكارديوميوباثي؟ الكارديوميوباثي هو على العكس، ودي من الحاجات الغريبه انه هم لقوا انه لو العيان عنده هايبر كواجلابل هارت دي واحده ساينز من الساينز اوف بور بروجنوزس. تمام، يعني انت لما تلاقي العيان الهارت بتاعه عمال عنده هايبر كونتراكتيليتي كده، دي من الساينز اوف بور بروجنوزس، على عكس العيان اللي هو الكونتراكتيليتي بتاعته بتبقى قليله. تمام، طيب حد عنده اي اسئله تاني يا جماعه؟ معلش يا باشا، التارجت في الريسوسيتيشن او التارجت بتاعي ايه في الحاجات دي؟ التارجت هنا ان انت تاتشيف المين ارتيريال بريشر اوف 65 مليمترز مركري، او لو العيان هايبرتنسيف طبعا بالتارجت هاير ليفلز اللي هي تقريبا من 80 ل 85 مليمترز مركري. تمام، ده التارجت بتاعي في الريسوسيتيشن. العادي ان انت طبعا بتحاول ان انت تاتشيف ده بالفلويدز، لكن اذا ما قدرتش فانت بتعمله بالفازوبريسور. طيب ايه اللي بيجايد الفلويد ريسوسيتيشن هنا؟ اللي بيجايد كان زمان بنقول السي في بي، كنا بنتارجت سي في بي من 12 ل 18 مليمترز مركري، دلوقتي الكلام ده اتغير، احنا دلوقتي بنتارجت الايه الدايناميك مونيتورز اللي هي الفلويد ريسبونسيفنس. تمام 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 دكتور لو سمحت. اتفضل دكتور عبد الله. هل في مكان نجروا منه السبسس؟ في ايه مكان ممكن ابعت لكم حاجات تقروا منها؟ حاضر. تمام شكرا. تمام، طيب حد عنده اي اسئله يا جماعه في السبسس والسبتك شوك؟ طبعا كلمه كنترول اوف سورس اوف سبسس دي مهمه، طبعا هنا الدكتوره ساميه كانت قالتها لنا في الاول، لكن زي ما قلنا انه السبسس او السبتك شوك هي ميديكال ايمرجنسي. لو كان عندك عيان، العيان ده مثلا عنده جانجرين سلام، والعيان ده جاي لك كونفيوزد، و عيان كونفيوزد و حد بيقول حاجه يا شباب؟ عيان كونفيوزد مثلا و هيمودايناميكلي انستابل وكلام زي كده، طبعا الاولويه هنا ان انا استابيلايز العيان، مش ان انا ادخله مثلا عمليات في الظروف دي. تمام، انا بس في نقطه كنت عايز اقولها لكم، بس انا تقريبا قلتها مش صح في الاول. الكيو سوفا انا قلت لكم الكرايتيريا بتاعتها، الكيو سوفا قلنا الريسبيراتوري ريت اكتر من 22، السيستوليك بريشر اقل من 90، وان يكون عنده altered mental status. انا قلت هارت ريت اكتر من 100 ودي مش صح، altered mental status. تمام، دي غلطه مني معلش. تمام يا جماعه، يبقى احنا هنا ال1 اور باندل كنا بنعمل ايه؟ انيشال ستابيلايزيشن، بنميجر اللاكتيت ليفل، لو اكتر من 2 بعمل سيريال ميجرمنت، بعمل كالتشرز قبل الادمنستريشن اوف انتيبيوتكس عشان ما تاثرش على النتيجه. الانتيبيوتك طبعا في الفيرست اور، وان افري ديلي 1 اور بيزود المورتاليتي 20%. الفلويد ريسوسيتيشن هنا 30 ملليلتر لكل كيلو جرام، واتفقنا لو العيان رينال فيلير، لو العيان هارت فيلير، لو العيان نمونيا وات ايفر، طبعا بياخد ال 30 ملليلتر لكل كيلو جرام. الفازوبريسور during او after targeting المين ارتيريال بريشر 65 مليمتر مركري في النور متنسف، و 80 ل 85 في الهايبرتنسف. الفيردر فلويد ريسوسيتيشن هنا بيعتمد على الفلويد ريسبونسيفنس، بعمل دي في تي بروفيلاكسز، ستريس ألسر بروفيلاكسز، الستيرويدز لو في بور ريسبونس للفازوبريسور 50 مللجرام لكل كل 6 ساعات من الهيدروكورتيزون، وبكنترول السورس اوف سبسس. تمام، حد عنده اي اسئله يا جماعه؟ انا صراحه دكتور محمد ساعات في عين بتاك كارد او التاك كارد ما بيستجيبش لاي ميديكيشن خالص، يعني دي سيبس، يعني الهارت عامل سليم وعملنا عرض. ممتاز. اولا في نقطه مهمه جدا دكتور محمد قالها، بس دي ما لهاش علاقه بالامتحان طبعا،
التاكي كارديا. لازم نعرف كويس جدا انه التاكي كارديا دي واحدة من اهم الفسيولوجيكال ريسبونسز. طبعا احنا عادة بنتضايق من التاكي كارديا، العين هارت ريت 120 130 140، احنا بنتضايق من الكلام ده، بس في الاخر ايه لازم نبقى فاهمين ان ده فيسيولوجيكال ريسبونس. انليس ان في دايركت هارم على العيان من التاكي كارديا فانا ما بعملش انترفينشن باي اني مينز. تمام؟ يعني بسيب العيان تاكي كارديك، بعمل الانيشال ريسستيشن بتاعي عادي خالص، ما بحاولش ان انا اقلل الهارت ريت باي اني مينز. لو العيان ده عيان اسكيميك هارت ديزيز يبقى في الحاله دي هحاول اقلل الهارت ريت. ازاي ممكن اقلل الهارت ريت في عيان هايبوتنسيف؟ في حاجات كتير، من ضمنها مثلا ممكن نستخدم دواء اسمه الايفابرادين. حد يعرف الدواء ده اسمه بروكرولان؟ اسمه بروكرولان. او ممكن استخدم الديجوكس، بس طبعا هاخد بالي من قصه الرينال فيلر، انا اسف طبعا الالم فيه مشكله. تمام؟ يبقى لو العيان مفيش دايركت هارم من التاكي كارديا انا ما بعملش اي انترفنشن. تمام؟ ليه؟ لان دي فيسيولوجيكال ريسبونس، الجسم بيرسبوند للمشكله اللي عنده ان في تاكي كارديا وفي فازو كونستريكشن وفي فيفر وفي كل الكلام ده، ده ريسبونس للانفكشن والسبتك شوك اللي موجوده. فانا ما بحاولش انترفين. امتى انترفين؟ لو في هارم على العيان ممكن ادي ايفابرادين او ديجوكسن، لو العيان ساينس طبعا. لو العيان مش ساينس ريزم او عنده اي اف مثلا، فممكن استخدم حاجات زي الاميودارون مع الديجوكس. تمام؟ طبعا الهارت ريت ده من الحاجات الفيري سنسيتيف، يعني دايما لما تلاقي العيان تاكي كارديك وانت مش عارف ايه المشكله اللي فيه، تمام، لازم تبقى فاهم كويس قوي ان التاكي كارديا دي خصوصا في العيانين الالدرلي لازم تعرف ان هي في اندرلاينج بروبلم، فانت لازم تسيرش عن السبب. تمام؟ كتير جدا من العيانين بنيجي ديسشارج من الاي سي يو تلاقي العيان الهارت ريت بتاعه 120 120، ما تعملش ديسشارج للعيان لان العيان ده ديفينتلي عنده مشكله كبيره. تمام؟ حد عنده اي اسئله يا جماعه؟ دكتور لو سمحت. دكتور عبد الله اتفضل. سؤال مالوش علاقه بالسبسس، المهم اتفضل. ال ال السامبل اللي حاطينها في الموقع يا دكتور الرسمي، الايه؟ هل السامبل بتاع الامتحان اللي هو الام سكيوز اللي حاطينهم في الموقع الرسمي، تمام، هل لها علاقه بصعوبه الامتحان يعني؟ بص يا دكتور عبد الله، اصل انا هقول لك على حاجه، انت دايما لما بتيجي تحل اي امتحان انت بتبقى عايز تحل الامتحان كله صح. تمام؟ وده اكيد ما بيحصلش، ما حدش بيحل الامتحان كله صح. تمام؟ وزي ما قلت لك ان التصحيح في النهايه بياخد كيرف، يعني اقصد كل الناس اللي داخله الامتحان بيشوفوا الكيرف، ايه الاسئله اللي اتجاوبت، ايه الاسئله ما اتجاوبتش، يعني اقصد ده عادي، احساسك بالصعوبه ده طبيعي. تمام؟ فما تقلقش، يعني اقصد ان انت تلاقي في بعض الحاجات صعبه او كلام زي كده، ما تقلقش من كده. يعني الحاجه اللي انت مش عارفها او انت حسيت ان انت حلتها غلط، سواء كان بتحل في الكتب او في السامبل، ذاكرها، لكن ما تلومش نفسك انك حلتها غلط. تمام يا جماعه؟ طيب نيجي بعد كده على الاي ار دي اس. حد يعرف ايه الديفينيشن بتاعت الاي ار دي اس؟ ممكن برلين ديفينيشن. تمام، البرلين ديفينيشن. دكتور ابو بكر قال حاجه مهمه جدا، البرلين ديفينيشن. البرلين ديفينيشن ده هو ديفلوبد سنه 2013. تمام؟ وهو طبعا في خلاف كبير قوي، بس طبعا دي مش مشكلتنا يعني في قصه الديفينيشن بتاعت الاي ار دي اس دي، لكن هو الوايدلي اكسبتد هو البرلينز ديفينيشن. البرلين ديفينيشن بيقول ايه يا دكتور ابو بكر بقى؟ اول حاجه بيقول ان اكيوت، ان هو اكيوت اونست هايبوكسيا طبعا. اها تمام. الاكيوت اونست دي معناها ايه؟ within 7 days. within 7 days. يبقى within 7 days من ايه؟ من of known insult. يعني ايه؟ يعني مثلا دي سيتويشن بنقابله كتير قوي، عيان بيرن مثلا، عيان بيرن والعيان البيرن ده من شهر وبعد كده بدا يحصل له هايبوكسيا بعدها بشهر، فما نقولش ان دي عيان عنده نمونيا او اي ار دي اس سكندري للبيرن. تمام؟ يبقى لازم يكون within
7 days of known insult او progressive او worsening respiratory symptoms. تمام. ايه تاني؟ نكون بالايمج بايلاترال. تمام. نكون في الايمج, في الايمجينج زي الشست اكس راي مثلا, ان يكون في بايلاترال لونج انفلتريتس. تمام. وان هي يكون نوت اكسبلايند, ده التالت, نوت اكسبلايند باي, نوت اكسبلايند باي كاردياك فيلير او فلويد اوفرلود. النقطة التالتة ان هي تكون not cardiac in origin. والقصة دي كانوا زمان في الديفينيشن القديم كانوا بيدخلوا فيها قصة البالمونري كابيلاري ويدج بريشر, لكن الكلام ده اتغير دلوقتي ان هما بيقولوا ان هو اسسد بالايكوكارديوجرافي. تمام. طيب النقطة الأخيرة ايه اللي هي الهايبوكسيا, الديجري اوف هايبوكسيا. طبعا الديجري اوف هايبوكسيا ان هي بيقسموها الى مايلد مودريت سيفير وسيفير. كان زمان المايلد دي بيسموها اكيوت لونج انجري, برضو الكلام ده اتغير دلوقتي بقوا بيسموها مايلد مودريت سيفير. المايلد هي ايه؟ هي ان البي اف ريشيو من 200 ل 300, المودريت من 100 ل 200, والسيفير اقل من 100. المهم قوي ان يكون العيان ده على بيب 5 او سي باب 5 سنتيمتر اتش 2. تمام. في اي جمله من اللي اتقالت دي حد مش فاهمها يا جماعه؟ حد مش فاهم يعني ايه بي اف ريشيو, ولا كلنا كلام واضح؟ وحد فاهم يعني ايه بيب 5 وسي باب 5, ولا في اي مشكله في الكلام ده؟ طيب يبقى هنا الـ ARDS البرلين ديفينيشن بنقول ان هو acute onset within 7 days of known insult او worsening respiratory symptoms, ان يكون الامجنج زي الشست اكس راي في bilateral lung infiltrates not explained by cardiac failure او fluid overload, ان هي not cardiac in origin assessed by bedside echocardiography, وان الهايبوكسيا دي بنقسمها الى mild moderate severe على حسب البي اف ريشيو, المايلد من 200 ل 300, المودريت من 100 ل 200, السيفير اقل من 100 على بيب, ودي نقطه مهمه قوي, على بيب 5 او سي باب 5 سنتيمتر اتش 2. الكلام ده واضح يا جماعه ولا في اي مشاكل؟ طيب نيجي بعد كده على الجزئيه الثانيه, نيجي نتكلم على الباثوفيسيولوجي, او خلينا نقول الايتيولوجي الاول. ايه اسباب الاي ار دي اس؟ respiratory و non-respiratory. تمام. بيسموها pulmonary و extra pulmonary. extra pulmonary. تمام. البالمونري زي ايه مثلا؟ نيمونيا. زي نيمونيا مثلا؟ aspiration. زي contusion. زي الاسبيريشن نيمونيتس. drowning. وايه؟ drowning. تمام. طيب الاكسترا بالمونري بقى بانكرياتايتس شوش تروما مع السيفير تروما والسيفير بيرن البيرن. تمام ممتاز. بولي تروما او ماسك تروما. ماشي. ما احنا قلنا كونتيوجن لان كونتيوجن. تمام. والسبتس السبسس والسبتك شوك. تمام. طيب ممتاز جدا. يبقى انا هنا بالنسبه للايتيولوجي يبقى احنا هنا بنقول ان في حاجات بالمونري واكسترا بالمونري. الحاجات البالمونري زي النمونيا الكونتيوجن الاسبريشن نمونايتس الدراوننج, الاكسترا بالمونري زي البنكرياتايتس زي البيرن زي السبسس والسبتك شوك. طيب لو جينا نتكلم بقى على الباثوفيسيولوجي ايه اللي بيحصل بالظبط؟ الباثوفيسيولوجي هو طبعا هو انفلاماتوري ريسبونس. الانفلاماتوري ريسبونس ده اللي بيحصل نتيجه ايه؟ بيحصل انه بيحصل اندوثيليال ديسفانكشن وانكريز في الكابيلاري
ليك، وبيحصل ريكروتمنت للنيوتروفيلز، واللي بتطلع لي هنا انفلاماتوري ميدييتورز. الانفلاماتوري ميدييتورز دي بتبدا يحصل انه بيبدا يحصل اكسوديشن، بيحصل لوكال انفلاماتوري افكت، بيبدا يحصل اكسوديشن، والاكسوديشن ده بيعمل ديسفانكشن للسرفكتنت، وسكندري طبعا بيبدا يحصل اتلكتاسيس. تمام. طيب النقطة اللي بعد كده والمهمة ان انا القصة دي بتمر بفيزز. الفيز الاولانية بنسميها الاكسوداتيف فيز، ودي اللي بيحصل فيها فلودنج لللونج بالفلويدز طبعا نتيجة الكابيلاري ليك، واللي بتأثر على الجاز اكستشينج. تمام. النقطة اللي بعد كده اللي بيسموها البروليفراتيف فيز، واللي بيبدأ يحصل فيها ديبوزيشن بقى للكولاجين، ويبدا يحصل فايبروزز لللونج، ويبدا يحصل مور اند مور وارسنينج للهايبوكسيا، وده بيحصل within days يعني من 5 إلى 7 أيام. طبعا الاند ريزلت طبعا ان هي بيحصل بقى الفايبروزز طبعا، وبيحصل بيرمننت دامج لللونج تيشو. تمام. يبقى انا هنا بتكلم على الباثوفيسيولوجي، اللي بيحصل هنا ان بيحصل فيه انفلاماتوري ريسبونس في اللنج، بيبدا يحصل كابيلاري ليك، بيبدا يحصل ريكروتمنت للنيوتروفيلز، بيبدا يحصل ريليز لانفلاماتوري ميدييتورز، يبدا يحصل اكسيديشن للفلويد في الانترستيشيوم وانترا الفيولر، وطبعا بيمبير الجاز اكستشينج. بيبدا يحصل بعد كده البروليفراتيف فيز، ان يبدا يحصل ديبوزيشن للكولاجين، ويبدا مور اند مور ورسنينج للجاز اكستشينج فانكشن اوف ذا لنج، وفي الاخر طبعا بيبدا يحصل فايبروزز وبيرمننت دامج لللنج. طيب لو جينا نتكلم على البروجنوزز، البروجنوزز هنا مخيف بالنسبه لي الاي ار دي اس. بنتكلم في المايلد كيسز المورتاليتي فيها بتوصل ل 20%، في حين انه في السيفير كيسز المورتاليتي بتوصل الى 50%. تمام. ده بالنسبه للمورتاليتي. انما كمان عندنا مشكله في السرفايفرز. السرفايفرز هنا تقريبا في خلال الفايف ييرز مفيش حد تقريبا بيرجع للنورمال فانكشن، بيبقى عندهم ديسابيليتي. الديسابيليتي دي بترينج طبعا ان هم بيبقى عندهم ديزنيا واكزيرشنال ديزنيا ومسل ويكنس، وبيبقى عندهم انتلكتشوال بروبلمز وسايكولوجيكال بروبلمز وكلام زي كده. تمام. ده البردن بتاعت الاي ار دي اس. طيب لو جينا نتكلم بعد كده على المانجمنت، حد يعرف ايه المانجمنت يقول لي كده يساعد معايا. ايه المانجمنت بتاع الاي ار دي اس؟ نقسمها فنتلاتور ونون فنتلاتور. ممتاز. يبقى انا هقسمها الى حاجات فنتلاتوري و نون فنتلاتوري. طيب ايه الحاجات الفنتلاتوري؟ البروتكتيف لونج استراتيجي. ممتاز. البروتكتيف لونج استراتيجي، وايه الهدف من البروتكتيف لونج استراتيجي دي يا دكتور ابو بكر؟ تقريبا الهدف ان امنع الاتلكتيك تروما. تمام. هنا في حاجة اسمها الفنتليتور فيلي، اللي هي بيسموها فيلي، اللي هي فنتليتور انديوزد لونج انجري. لقوا انه السايكليك اوبننج اند كلوجر اوف الفيولاي والاوفر ديستنشن ده بيؤدي الى حدوث حاجات كتيرة، منها بنسميها الاتلكتروما، الباروتروما، الفوليوتروما والبايوتروما. نتيجة كده اللي بيحصل ايه؟ انه نتيجة الميكانيكال فنتليشن لقوا ان بيحصل ورسنينج للبروجنوزز، وبيحصل ورسنينج للبالمونري فانكشنز. طبعا القصة دي كانت استادي ما بين تو جروبز كبيرة، كانوا بيستخدموا فيها هاي تايدال فوليوم، كانوا بيستخدموا 12 ملليتر لكل كيلو جرام، فيرسس وكانوا بيستخدموا فيها لو بيب، وكان في الجروب الثاني كان بيستخدم لو فوليوم اللي هو من 4-6 ملليتر لكل كيلو جرام، وكانوا طبعا بيستخدموا معاها الهاي بيب. لقوا ان الجروب اللي كانوا بيستخدموا فيه اللو فوليوم فنتليشن كان طبعا حصل ريدكشن تقريبا 20% في المورتاليتي. فبقى هنا ده الروتين طبعا ان العينين الاي ار دي اس بنعمل البروتكتيف لانج استراتيجي.
طبعا البروتكتيف لانج استراتيجي الهدف منها او احنا بنسميها اللو فوليوم فنتليشن، ان احنا بنحط التايدال فوليوم من 4 ل 6 ملليلتر لكل كيلو جرام، وبنحط هنا هاي بيب. طبعا الهاي بيب ده هنا بيبقى جايدد بالبي اف ريشيو اكوردنج للبي اف ريشيو بتاعه العجين، في جدول كده ان لو البي اف ريشيو كذا نحط بيب كذا، لكن يعني مش اقل من 8 بيب 8. تمام، هنا التارجتس في اللو فوليوم فنتريشن ايه يا جماعه؟ يعني انا ظبطت 4 6 ملي وبظبط ايه تاني؟ يعني ايه الحاجات اللي بعملها تاني؟ الاي اي ريشيو، الاي اي ريشيو، الاي اي ريشيو، الاي اي ريشيو هنعمل فيها ايه يعني؟ ريفرس، بنريفرس هتريفرس يعني هتزود الانسبيراتوري تايم، صح كده؟ انا ممكن ازود الانسبيراتوري تايم. ايه اوكي اه مظبوط صح تمام مظبوط مظبوط. طيب ايه تاني؟ ريسبيراتوري ريت، ريسبيراتوري ريت هتكلم عليها كمان شويه. ايه تاني؟ ابقى مونيتور للبريشر يا دكتور. ممتاز. بين والبلاتو، البريشر بيك، البيك والبلاتو. تمام البريشر هنا انا طبعا بتارجت هنا بلاتو بريشر، ده المهم بالنسبه لي البلاتو بريشر ان هو يكون اقل من 30. وفي حاجه تانية بيسموها الدرايفنج بريشر، يكون اقل من كام؟ يكون اقل من 15. تمام 15. تمام. طيب طبعا ده بالسنتيمتر اتش 2 ها. تمام الدرايفنج بريشر هو ايه؟ هو الفرق ما بين البلاتو والبيب. تمام. طيب المشكله هنا في اللو فوليوم فنتريشن ايه؟ ان السي او 2 هيعلى، صح ولا لا؟ فبكمبنسيت ده بايه؟ بالريسبيراتوري ريت. ممكن ازود الريسبيراتوري ريت اب تو كام؟ 35 بريث بير مينت. تمام. طيب بتارجت ايه؟ بتارجت بي اتش اكتر من كام؟ اللي احنا بنسميها بيرميسيف هايبر كابنيا، اكتر من 7.15. يبقى انا هنا ممكن اقلاو البي اتش ان هي تنزل لحد 7.15، ودي احنا بنسميها بيرميسيف هايبر كابني. يعني انت ممكن تظبط العيان على 6 ملي لكل كيلو والريسبيراتوري ريت عند 35 والبي اتش مثلا 7.2. في مشكله في كده؟ لا، دي بنسميها بيرميسيف هايبر كابني. تمام. طيب لو انت عملت الميجرز دي ولقيت ان البي اتش اقل من 7.15 فبنعمل ايه؟ خلاص بنديسكارد اللو فوليوم فنتريشن وبنبدا نزود التايدال فوليوم 1 ملليلتر لكل كيلوغرام لحد ما البي اتش تكون اعلى من 7.15. تمام. اللو فوليوم فنتريشن واضحه يا جماعه ولا فيها اي مشاكل؟ واضح يا شباب ولا في اي مشكله؟ طيب في اي حاجه في الفنتليشن تاني ولا بروتكتيف لانج استراتيجي بس؟ في حاجه في الفنتليشن تاني؟ طب بالنسبه للبيشنت مش هيبقى واخد مصر ريلاكسنت مثلا سيديشن ولا؟ تمام ممتاز. دي هنتكلم عليها في النون فنتليتور يا دكتور محمد، في الدراجز دي الاكمو دكتور اللي هي الاكسترا كربوريال. تمام. ما دي نون فنتليتور. في حاجه في الفنتليشن غير البروتكتيف لانج استراتيجي؟ طيب في حاجه اسمها هاي فريكوانسي اوسيلاتوري فنتليشن. تمام. الهاي فريكوانسي اوسيلاتوري فنتليشن ده احنا بنظبط العيان على تايدال فوليوم من 1 ل 2 ملليلتر لكل كيلو جرام، والريسبيراتوري ريت من 10 الى 12 بير سكند. تمام. طيب القصه دي بعدين حضرتك دكتور محمد، بس هو طب لما بظبط الفنتليتر الافضل بريشر كنترول ولا فوليوم كنترول؟ مش فارق، ما لقوش في فرق يا دكتور محمد ما بين البريشر او الفوليوم طالما انت تارجتنج الحاجات دي، مفيش فرق ما بينهم. انما كل الحاجات بتتكلم على الفوليوم كنترول على اساس ان انت بتظبط الفوليوم وكلام زي كده. انما لو انت استخدمت البريشر مفيش اي مشكله طالما انت تارجتنج نفس القيم، مفيش اي مشكله. تمام. طيب الهاي فريكوانسي اوسيلاتوري فنتليشن كان التايدال فوليوم بيظبطه على من 1 ل 2 ملليلتر لكل كيلو جرام، والريسبيراتوري ريت من 10 ل 12 بير سكند. تمام.
ودي الفيزيكال برينسيبال بتاعتها حاجه اسمها ديفيوجن، مش عارفه ماس ديفيوجن وقصه كده. المهم يعني اللي عايز اقوله لكم ان القصه دي نوت ايفيدنسد، وما لقوش ان هي ليها اي افكت على المورتاليتي. تمام، يبقى انا هنا الفنتيليشن ايه؟ لو تايدال فوليوم فنتيليشن. تمام، طيب نيجي بقى على الحاجات النون فنتيلاتور. انت قلتوا اول حاجه المصر ريلاكسيشن، طبعا المصر ريلاكسيشن دي واحده من الحاجات المهمه جدا 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 في الحالات دي. تمام، لو العيان البي اف ريشيو بتاعته اقل من 150 تمام، وفي بيشنت فنتليتور اسينكروني، فطبعا ده انديكيشن هنا ان انا اعمل مصر ريلاكسيشن. المصر ريلاكسيشن بيمشي لمده 48 ساعه. تمام، لازم يبقى العيان طبعا سيديتد، ولازم يكون مونيتورد بي نيورو ماسكولار مونيتورنج. تمام، وطبعا بعد ال 48 ساعه بنأسس طبعا. ومشكله طبعا المصر ريلاكسنت هنا ان هي هتعمل لي ايه؟ ايه مشكله المصر ريلاكسيشن هنا؟ يعمل ويكنس، هيعمل مصل ويكنس، وطبعا بالظبط، وهيعمل طبعا بيبرولونج طبعا الدايز اون ميكانيكال فنتيليشن وكلام زي كده. تمام، طيب ايه تاني قلته هنا؟ الاكسترا كوربوريال سيركيوليشنز، بس انا هخليها في الاخر. بروننج بوزيشن، ممتاز. الاكسترا كوربوريال سيركيوليشنز هنقول هنا اهو، دي هنتكلم عليها دلوقتي. البروم بوزيشن ده مهم جدا جدا جدا. تمام، البروم بوزيشن طبعا ده هنا بيبقى طبعا يفضل ان هو يبقى ابلايد ايرلي، بيتعمل لمده قد ايه؟ لمده تقريبا 17 ساعه في اليوم. تمام، وطبعا الهدف منها ايه؟ ان هو بيقلل طبعا هنا طبعا نتيجه انه العيان ده بيبقى عنده ديبندنت اديما في اللنج، ان انا عندي لو العيان نايم كده بيبقى في اديما طبعا في البيزل لنج ريجنز، وطبعا مع الويت بتاع الميديا ستاينم اللي بيبقى ضغط على البيزل لنج، فطبعا لما العيان بيبرون بيقلل طبعا الاديما والكمبريشن على البوستيريور لونج زونز، وبيحسن الفي كيو ماتشنج والكومبلاينس بتاعه اللونج والكلام ده كله. ولو ان هو بيحسن المورتاليتي بنسبه كبيره بتوصل من 15 الى 20%. فالبروننج بوزيشن هنا ده من الحاجات المهمه جدا جدا. لحد امتى؟ لحد ما البي اف ريشيو بتاعه العيان تكون اكتر من 250. تمام، ده بالنسبه للبرون بوزيشن. تمام، طيب النقطه الثانيه اللي هي الاستيرويدز. الاستيرويدز برضو من الحاجات اللي كانت بيتكلموا على لو دوزز من الميثايل بريدنيزولون، كنا بندي 2 مللي جرام لكل كيلو جرام، وده كنا بنديه في العينين البي اف ريشيو بتاعتهم اقل من 150. ده 2 مللي جرام بير كيلو جرام على مدار ال 24 ساعه، كنا ماشيين فيوجن. تمام، 2 مللي جرام لكل كيلو جرام على مدار ال 24 ساعة، لقوا ان هو ما بيحسنش. كان بيحسن السيمتومز لكن ملوش افكت على المورتاليتي ولا الهوسبيتال ستي ولا الكلام ده، ولقوا ان هو بيزود الهوسبيتال اكوايرد انفكشنز والكلام ده، فهو برضو من الحاجات اللي الايفيدنس عليها قليل. الاكسترا كوربوريال سيركيوليشنز طبعا از لاست ريزورت، طبعا اللي هي في عندي الاكمو، والاكمو ده في منه ثلاث انواع. في حاجه اسمها فينو فينس اكمو، وفي حاجه اسمها ارتيريو فينس اكمو، وفي حاجه اسمها الاكسترا كوربوريال سي او 2 ريموفر. تمام، الفينو فينس ده ان هو بياخد البلاد من الفينس سايد يعمل له اكسجينيشن ويرجعه تاني على الفينس سايد. الارتيريو فينس ان هو بياخده من الفينس سايد يعمل له اكسجينيشن ويرجعه على الارتيريال. طيب امتى بستخدم ده وامتى بستخدم ده؟ ده بيسبورت الريسبيراتوري فانكشن بس، لكن ده بيسبورت الريسبيراتوري والكارديوفاسكولار. البامب هنا بتساعد الايه؟ الهارت في ان هي تبامب البلاد. طيب لو العيان عنده مشكله ان السي او 2 بتاعه هو اللي عالي، تمام، فهنا احيانا بنلجا للاكسترا كوربوريال سي او 2 ريموفر. طيب في حاجات ثانيه ممكن تستخدم في النون فنتيلاتوري؟ حاجه
حاجات الستريس ألسر بروفلاكسس وال... لا غير الحاجات دي، حاجات سبيسيفيك مانجمنت. طيب عندي حاجه اسمها النيتريك اوكسايد، الانهيلد نيتريك اوكسايد. الانهيلد نيتريك اوكسايد ده بيعمل ايه يا جماعه؟ البلمونري ها بيعمل بلمونري فازو دايلاتيشن، بس بيعمل بلمونري فازو دايلاتيشن في مين؟ في الفيسلز اللي ادجيسنت للالفيولاي البيتنت. تمام، انا عندي هنا فيسلز كده تمام، وعندي فيسلز هنا خلاص. واحد من المشاكل بتاعت الهايبوكسيا هي ايه؟ هي الشانتنج، ان البلاد رايح لنون فنتليتد الفيولاي. طيب لما انا ادي نيتريك اوكسايد تفتكروا هيروح لواحد ولا اتنين؟ لما ادي انهيلد هيروح لاتنين، هيروح لاتنين. فهيعمل ايه؟ هيعمل فازو دايلاتيشن في الفيسلز اللي ادجيسنت للفنتليتد الفيولاي، وبالتالي شيفت البلاد away من النون فنتليتد الفيولاي. الكلام ده لقوا ان هو بيحسن برضو الاكسجينيشن، انما في الاخر برضو ما كانش بيحسن الاوتكم. ده بالاضافه للسيستميك افكتس بتاعت النيتريك اوكسايد، ان هو بيسوق الاورجن ديس فانكشن وبيأثر على البليتلت اجريجيشن وكلام زي كده. فبرضو النيتريك اوكسايد عليه كلام. طيب اخيرا في عندي الستاتنز والكيتوكونازون او سوري الفلوكونازون. طب سؤال يا دكتور محمد، بس هو النيتريك اوكسايد مالوش افكت على الدنستي والفيسكوستي بتاع الفيزيكس بتاع الجهاز نفسه؟ لا هو مالوش علاقه بالفيزيكس بتاعت الجهاز، ان هو بيحسن هو مع العيان ده ما عندوش مشكله ان هو عنده اير واي ريزيستنس عاليه، هو عنده مشكله في الجهاز اكستشينج. ايوه تمام. الستاتنز والفلوكونازول هنا طبعا هم ليهم انتي انفلاماتوري افكت، بس برضو في الاخر برضو ما لقوش ان في برضو فرق في الاوتكم ما بين الحاجات. طيب ايه الحاجات اللي عليها ايفيدنس قوي؟ البروتكتيف لونج ستراتيجي، المصر ريلاكسيشن والسيديشن والبرون بوزيشن. تمام، ده بالنسبه للاي ار دي اس. حد عنده اي اسئله يا جماعه؟